بيان إلى الرأي العام. نحن مكونات وجماهير الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ندين ونستنكر الهجوم البربري والوحشي لمسيرات الفاشية التركية التي لا تميز بين الحجر والبشر، وبين الكبار والصغار، بين الأطفال والعجز، بين المدنيين والعسكريين من كل المكونات، ونخص بالشجب والإدانة استهدافها للرئاسة المشتركة لمكتب العدالة والإصلاح الشهيدة زينب محمد والشهيد يلماس شرو. ونؤكد للعالم أجمع بأن هذه المسيرات تخترق كافة المعايير الإخلاقية والإنسانية، إضافة لاختراقها القوانين والدساتير الحقوقية العالمية. كما وندين بهذا الحدث الجلل كل المتخاذلين والمتواطئين والخونة المتعاونين مع الفاشية التركية من دول وأنظمة وأحزاب وأفراد، مؤكدين بأن التاريخ لا سيما تاريخ حركة الحرية كفيلة بفضحهم ورميهم في مزبلة التاريخ. كما نؤكد مجددا تمسكنا وأسرارنا بنهج وطريق الشهداء، ولا سيما شهيدي العدالة والإصلاح وكافة شهداء الحرية، ونقولها بأعلى أصواتنا وإرادتنا بأنه مهما أصرت الفاشية على قتل الإرادة وانهاء الإدارة الذاتية، فأننا مصرون وبأضعاف مضاعفة بتمسكنا بإرادتنا وإدارتنا الذاتية المبنية بالدماء الزكية لآلاف مؤلفة من شهداء الحرية.